الله وبركاته. في اكتر من مصطلح لوثائق معينه بنستخدمها في المشروع زي الاو اي ار، الاي اي ار، البي اي ار، الاي اي ار، فعايزين نعرف الفرق بينهم. عندنا الاو اي ار اللي هو اورجنايزر انفورميشن ريكويرمنت، اللي هي متطلبات المعلومات الخاصه بالمنظمه، ايه احتياجات المنظمه وضروراتها واهدافها. الاي اي ار اللي هي اسيت انفورميشن ريكويرمنت، ده متطلبات معلومات الاصول، يعني الأصول اللي موجودة في المبنى زي مثلا أجهزة الميكانيكا، أجهزة الكهرباء وهكذا، إزاي هنقدر نعمل الإدارة ليها والصيانة بتاعتها. البي أي آر اللي هي متطلبات معلومات المشروع، اللي هي البروجكت انفورميشن ريكويرمنت، ده احنا متفق على معلومات الأصول اللي يجب تسليمها لكل مشروع معين. الإي أي آر اللي هي اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت، تمام، ده اللي هو اتعمل في الايزو 19650، متطلبات تبادل المعلومات، بنتفق ازاي نتبادل المعلومات، بأي شكل، ايه هو مستوى المعلومات، يبقى في اتفاق واضح بين اطراف المشروع، اصحاب المصلحه، الستيك هولدر، ازاي، ايه الخصائص اللي هم يحتاجوها عشان يتبادلوا المعلومات الرقميه الخاصه بينا.